مساء الخير مشاهدينا، ويا هلا ويا مرحبا فيكم مره ثانيه. جد لقانا معاكم من خلال شاشه قناه الاي تي في. نتواصل وياكم كل يوم الساعه 8 ما عدا يوم الاثنين. شكرا لتواصلكم وشكرا لاهتمامكم والتقارير اللي راح اليوم نشوفها. وبالبدايه يعني اهني الكويت واهني الشعب الكويتي بوصول الدفعه الاولى الى الساعه 9 ان شاء الله، يمكن بعد ساعه تكون اخر طياره وصلت الكويت من 28 طيارة اللي اليوم كان أول رحلات الإجلاء. كانت يمكن كلمة جميلة، سيشهد التاريخ بأن السماء أمطرت بطيران الكويت. فعلا 28 طيارة، جهد جبار الأخوان قاعد يبذلونه. كان المفروض عندي يعني حقيقة جزء أبي أتكلم فيه على الأخوان في وزارة التجارة، ولكن راح يعني نخليه حق الاخوان. ولكن بس ابي اطمنكم في هذا الجزء اللي كان في الاخت يمكن هبه الطويل من مكتب وزير التجاره وهي مستشار الاعلامي. امس اتصلت فيني عقب الحلقه وباشرت موضوع الجراجات وموضوع اللي تكلمنا فيه على جزئيه موضوع ان الاسعار غاليه وهالامور، وقاعد نرتب وياهم هذا الموضوع، وطلبت منا الارقام وجزء من الارقام، وفي كم تقرير راح اعرضهم ان شاء الله في حلقه باكر في الاحصائيات الثانيه راح ابدا فيهم. ولكن اعتذر لان اليوم عندنا ضغط وايد على موضوع الاجلاء، فراح نتكلم على موضوع الاجلاء، وعندنا تقارير ايضا الاخوان مجهزين لنا اياهم راح نشوفهم. فحلقه ان شاء الله عقب باكر الاثنين ما في، عقب باكر ان شاء الله نشوف ان موضوع الاجلاء. نبدا في احصائيه وزاره الصحه كالعاده ونشوف شنو وصلنا اليوم في احصائيه وزاره الصحه. عطنا الاحصائيه خلنا نشوف إحصائية وزارة الصحة اليوم اللي هو يوم الأحد 19 أبريل. مجموع الحالات وصلنا 1915 الحالات الجديدة 164 حالات تتلقى العلاج 1603 حالات العناية المركزة الله يشافيهم ويشافي مرضاكم 38 حالة، حالات الشفاء الحمد لله 305، والوفيات وأيضا حالة وفيات اليوم بعد الله يرحمهم ويرحم امواتكم 7 حالات. حالات مخالطه عددهم 158 حاله، 6 حالات لمواطنين كويتيين و96 حاله لمقيم من الجنسيه الهنديه و13 حاله لمقيم من الجنسيه البنغلاديشيه و26 حاله لمقيم من الجنسيه المصريه، 3 حالات لمقيمين من الجنسيه الباكستانيه، حالتين لمقيمين من الجنسيه السوريه، حاله لمقيم من الجنسيه الامريكيه، حاله لمقيم من الجنسية السعودية، حالة لمقيم من الجنسية السعودية السودانية، حالة لمقيم من الجنسية الفلسطينية. أعتقد السعودية وفلسطين أول مرة يكونوا موجودين، ما أدري السودان يمكن أول مرة ولا لا. السعودية قديم أوكي، والفلسطين أول مرة صح. حالات لمقيمين من الجنسية اللبنانية، حالة لمقيم من الجنسية الإيرانية. جميع حالات مخالطة لحالات كورونا، تم التأكد من إصابتهم في كورونا. حالات أخرى، 6 حالات لحالتين لمواطنين كويتيين، حالتين لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، حالة لمقيم من الجنسية الأردنية، حالة لمقيم من الجنسية السورية. تفاصيل العناية المركزة 18 حالة مستقرة، 20 حالة حرجة، ونتمنى لكم الدعاء لهم ول 18 ولكل المرضى. 20 حالة حرجة خلال ال 24 ساعة الماضية، دخول 5 حالات جديدة للعناية المركزة، تسجيل حالة وفاة واحدة في العناية المركزة. تفاصيل الوفاة، مقيم من الجنسية الهندية العمر 60 سنة، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة منذ 10 أيام. هذا كان تقرير الأخوان، وأنا قلت دائما أقول لكم لاحظوا نقطة معينة في الموضوع، بأن اليوم حالات المواطنين الكويتيين عددهم جدا نازل. أعلى الحالات اللي قاعد نشوفها لو تراجعون الإحصائية خلال فترة الست أيام أو 7 أيام اللي طافت كله، راح نشوف ان عدد الحالات الهندية والبنغلاديشية بارتفاع كبير. يعني شوف 97 هني عندهم، 13 امس كان عندهم عدد كبير، اول 3 عدد كبير. هذا دليل على ان في مخالطة، وانا اتمنى يمكن الاخوان في الفترة القادمة من الاخوان في وزارة الصحة
انه يحطون لنا مثلا هذيل 97 اللي اليوم كانوا موجودين وين كانوا؟ يعني كلهم كانوا موجودين مثلا في المناطق اللي عليها حظر اللي هي الجليب المهبوله، وين كانوا هذه المناطق؟ فاتمنى يعني يكون في توضيح من هذا الموضوع، ونتمنى انه يكون ان الوضع هذا هو تحت السيطره مثل ما يعني من خلال الاتصالات ومن خلال التواصل. اليوم ايضا كان هناك حدث يعني مهم جدا، واعتقد يعني كل المواطنين تابعوا هذا الحدث، وهي كلمه الامير عسى الله يطول بعمره اللي اليوم انبثت في الساعه تقريبا 12 الظهر. وكان الكلام موجه تحديدا، هو جزئين، جزء رئيسي في الكلام وهو ان الكلمه يقول فيها بان لابد ان يكونون ابناء الكويت موجودين بين اهلهم، هذا الجزء. والجزء الثاني هو التوصية من الأب إلى الأبناء العائدين إلى البلد والتزامهم في الإجراءات. خلنا نسمع الكلمة ونرجع لكم مرة ثانية. أخواني وبناتي وبناتي الأعزاء، إنني أشد بهذه المناسبة على أخواني وأبنائي العائدين وبكل الحزم والالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية الخاصة فترة الحجز الوسي والمنزلي وعدم الاختلاط حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم وعلى سلامة المجتمع بأسره، وكل أمل بأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحملها عرفانا ووفاء للوطن ولتجنب المسائل القانونية والإجراءات الجزائية. وإنه وبدون التعاون والتكاتف والالتزام بكافة التعليمات لن يكتفوا لجهودنا التي نبذلها جميعا النجاح في احتواء هذا الوباء والسيطرة عليه، وستكون لا قدر الله الخسائر في الأرواح عالية وعواقبها على الوطن وخيمة. لقد حرصت على توجيه كلمتي إليكم اليوم لأشارك أهالي وذوي مواطنينا في الخارج الفرحة والسرور مع عودة أبنائهم إلى أحضان الوطن. فقد كنا طوال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة نعيش قلقا ولم يهدأ لنا بال، ونحن نتابع أوضاعهم. واتفقت مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء على التسريع في عودة إخواننا وأبنائنا المتواجدين خارج البلاد، وحرصت كل الحرص على أن تكون عودتهم قبل حلول شهر رمضان المبارك. كانت كلمات سمو الأمير فعلا يعني لابد اليوم بأن كل اللي نقوله بأن السمع والطاعة لسمو الأمير. الكلام موجه من الأب إلى أبنائه، لابد الحرص والالتزام بتعليمات الصحة الخاصة في فترة الحجز. كلام واضح، كلام توجيهات من سمو الأمير إلى الأبناء والبنات اللي قادمين في رحلة الإجلاء الآن القادمة، والحرص والكلام اللي قاعد يقوله. هرم الدولة اليوم يتكلم ويوجه كلمة بضرورة الالتزام للجميع، والجانب الثاني يقول حرصنا كل الحرص على أن يكونوا قبل شهر رمضان عند أهلهم. جانب أبوي يتحدث فيه سمو الأمير الله يطول بعمره ويحفظه إلى الشعب الكويتي، جانب بأن حرصنا بأن يكونون الأبناء وكنا نتابع الأحداث أول بأول بالخارج إلى أن يكونون موجودين قبل شهر رمضان بين أهلهم، والجانب الثاني هو الدعوة إلى الحرص والالتزام بالتعليمات. وهذا الكلام اللي لازم نقوله ولازم الكل اليوم يعرفه. نعم، ونقول لسمو الأمير السمع والطاعة،
واحنا ان شاء الله الكل ينفذ هذا الامر. وانا يمكن اليوم تواصلت مع مجموعه كبيره من الطلبه اللي برا الكويت قادمين خلال رحله باشر، ومنهم من مجموعه اللي اليوم وصلوا واولياء امورهم. وجهنا وقلنا لهم لابد انكم تلتزمون في التعليمات والامور اللي كانت موجوده، وهذا الجانب الضروري وهذا الجانب المهم. انا عارف حجم السعاده وعارف وشفنا يمكن الصور والفيديوهات والامور والجهد الجبار اللي قاعد يبذلونه يا جماعه. انا امس والله يعني بالليل كنت قاعد اقرا اللسته اللي حطيناها احنا قبل يومين، ما ادري اذا اقدر اطلعها الحين موجوده، اللي هو الاجلاء اللي حصل اليوم. فالتقرير لو تشوفون بس الساعات، انا اليوم يمكن هذه هي مالت اليوم، هذه 19. شوف الرحلات اللي واصله اليوم، تخيل الساعات، شوف اليوم الرحلات اللي موجوده اللي وصلت اليوم، شوف بلشت الساعه كم، احسب الطيارات اللي قاعد توصل 28 طياره. تخيل وياي ساعه 7 والساعه 7 8 8 وربع 9 9 وربع 10 11 11 و5 12 12 ونص واحدة واحدة طيارة ثانية واحدة وثلث ساعة ثنتين والساعة ثنتين طيارة ثانية ساعة ثلاث ثلاث ونص ساعة أربع ساعة خمس ست الساعة سبع ساعة سبع وثلث الساعة سبع وخمسة وثلاثين الساعة سبع وأربعين الساعة ثمان ساعة بعد تسع وطيارة ثانية ساعة تسع. انت تخيل ما بين طيارة وطيارة يعني أقل من ساعة. فأنت مستوعب شنو الجهد اللي قاعد يبذلونه الاخوان في القطاع الصحي، مستوعب شنو الجهد اللي قاعد يبذلونه الاخوان في الطيران المدني، في الداخلية، في الدفاع، في وزارة الصحة، الطاقم الطبي الكويتية، المضيفين، الفريق كل هذا. يعني انت لما تكون واقف على قدم وساق من 7 الصبح الى 9 بالليل اخر طيارة توصل، ما في، انا قريت لك الجدول، واذا الاخوان عندهم الجدول يقدرون يحطون لك اياه مره ثانيه. شوف المواعيد، يعني انا استغربت والله امس قاعد طالع المواعيد الساعه 2 بالليل استغربت، يعني 28 طياره قاعد توصل اول يوم. اول يوم هذا اليوم اول يوم جه جبار. يعني انا اقول لك شيء، يعني الطياره توصل الساعه 7 وطياره ثانيه الساعه 7، وشوف الطياره الاولى عليها 190 والطياره عليها الثانيه 130، متى يجهز؟ متى يقولون تفضلوا هني، تعال هالصوب الخيمه الفلانيه، افحص، عطني اسمك، نزل الابلكيشن، تفضل هالصوب، افحص، اطلع. فانت لا يمكن اكو واحد من الدكاتره ولا واحد من الممرضين ولا من الفريق اعتقد انه ارتاح. يعني انا اقول برافو اذا قدروا يشربون ماي. هذا الجهد الجبار اللي قاعد يبذلونه كل الطواقم. انا قاعد اتكلم الاخوان في الطيران المدني، الخطوط الجويه الكويتيه، الاخوان في الدفاع المدني، الطب، الفريق الطبي كاملا، حلو، المواصلات، النقل، الداخلية، العمالة، التعقيم، الفرق المتطوعية، كل الفرق، وسائل الإعلام اللي شغالة من الصبح. يعني يعطيهم العافية، جهد جبار. اليوم هذا العمل مو سهل، واحد لا يقعد يقول لي أن هذا عمل سهل. وتخيل أنت، تخيل أن اليوم آخر طيارة توصل 9، متى يخلصون من الطيارة؟ خلنا نقول 11، باكر على طول وراها ثاني يوم الصبح اول رحله راح توصل لتاريخ 20، راح توصل 7 الصبح. يعني باكر اول طياره نفس النظام 7 الصبح. متى ينامون؟ متى يقومون؟ متى يرتاحون؟ متى يكون فيهم طاقه؟ متى تجهيز؟ متى تعقيم ما بين طياره وطياره؟ متى تبديل الاغراض؟ متى تجهيز؟ ترى عمل قسما بالله عمل مكاين، جهد جبار. وهذول الناس ما يحتاجون الا شيء واحد من عندكم، يحتاجون الدعاء، يحتاجون الكلمة الطيبة، يحتاجون انكم تصبرون عليهم. حتى الطلبة وعوائلنا واهلنا اللي جايين من برا الكويت، هذول اليوم قاعدين، انت اليوم يعني طيارة واحدة، قد تكون طيارتك الساعة 7 الصبح، انت من الساعة 5 في المطار، صح تعبان وقواك الله ولابس الكمامة ولكن لازم تقدر جهد العالم. هذه قاعدة وراك 28 طيارة، جهد صراحة حقيقة. كثر ما تتكلم على هالفريق هذا والله العظيم يعني شيء. واحنا حقيقة سوينا تقرير خفيف ما يوفيهم حقهم الطاقم هذا، وهذا التقرير هدية من فريق العمل وإدارة الاي تي في، اهداء للأهالي وللأسر وللناس اللي جاية إلى الكويت.
هذا التقرير البسيط والله قليل في حقكم أقسم بالله، ولكن هذا اللي جمعوه الإخوان ويعطي العافية بدر المنتير محمد عز، الجهد الجبار اللي قاعد يبذله في تجهيز تقرير الإدارة، الإخوان محمد أحمد الإعداد، تقرير جميل جدا حلو ويعبر بكلمات من أبنائكم الطلبة ومن اللي جايين من من من, من برا، من أهالينا اللي جايين، بكلمة قد تكون كلمة قديمة قالها عبد الكريم عبد القادر. عطنا التقرير هذا خلينا نشوفه. رجال قسما بالله تحية والله أنا يعني أنا يمكن خذتني العبرة وياهم أقسم بالله شيء جميل يعني. شكرا وزير الصحة، وإحنا نرفع لك العقال ونرفع إيدنا وياك أنت ودكتور حسين غضنفري والستاف اللي واقف يمك كله حقيقة، أنت والفريق والصورة الجماعية اللي موجودين كلكم يا بعض، جهد جبار قاعد تبذلونا، ما قاعد أسمع يعني الجهد اللي قاعد تبذلونه يعطيكم العافية. وارجع أكرر مرة ثانية، الطاقم الطبي اهو موجود، الدفاع المدني، الطيران المدني، الكويتية، كل الفريق اللي كان شغال ويانا، وعشان نوضح كثير من الأمور معنا المهندس سعد العتيبي المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني. استاذ سعد مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير ونمسي عليكم وعلى مشاهدين قناة العدالة. اولا انا نيابة عن الكويت كلها انا اقول لك مشكور، ادري اني اذيتك واتصلت فيك 4 مرات وكنت مشغول ومزحوم، وانا اصريت انك تطلع على الهواء، وانا اشكرك يا سعد على هذا الجهد الجبار. بخدمتكم وبخدمة الكويت واهل الكويت وشعب الكويت، ونسأل الله ان يحفظ الكويت واهلها من كل وباء، وتعود الكويت باذن الله الى طبيعتها وحياتها كما قال حضرة صاحب السمو في خطابه اليوم ان شاء الله. اخوي سعد العتيبي انت من قلب الحدث، وانتم الطيران المدني تنسيق الطيارات، كلمنا على الاجراءات، 28 طيارة ما بين طيارة وطيارة اقل من ساعة، كلمنا عن هذا الجو. نعم، احنا اليوم بدينا المرحلة الاولى التي بدأت اليوم وتستمر لغاية اليوم 21 بعد غد الثلاثاء، وحسب الجدول المعد سوف يكون في اليوم الاول 28 رحلة بواقع 3940 راكب، اما اليوم الثاني سوف يكون باذن الله 25 رحله وبمجموع 3970 راكب، اما اليوم الثالث باذن الله سوف يكون هناك 22 رحله بواقع 3940 راكب، واليوم احنا يعني بدانا اليوم الاول من محطات دول مجلس التعاون، ولحد الساعه وصل تقريبا 42 رحله قادمه من دول مجلس التعاون، وانا اكلمك حاليا من مطار الكويت الدولي وبشرك يعني كل الاجراءات وكل الخطوات لتسهيل الركاب تمت بنجاح، ومراكز الفحص الطبي الذي يعني تم تجهيزها بالتنسيق بين الاداره العامه للطيران المدني وشركات الطيران تعمل بكفاءه عاليه، وذلك بتنسيق مع رجال وطواقم وزاره الصحه، وانا يعني باسمي ونيابه عن اخواني في الطيران المدني نتقدم لهم حقيقه بجديد الشكر وعظيم الامتنان من السادسة صباحا لغاية الحين، وأنا أكلمك وهم يعملون على مدار الساعة. حلو. فلهم كل التحية والتقدير صراحة. أخوي سعد أبي أتكلم على أنا يعني أنت الآن في المطار ومن الصبح وياهم، كلمني عن الجانب المعنوي، نفسيات الفريق الطبي، الطاقم في الطيران المدني، الإخوان الطيارين، أول شيء كلمني عن الجانب هذا بعدين أتكلم عن اللي وصلوا. نعم حقيقة يعني اللي أنا أشوفه اليوم شيء يعني مسخرة للكويت، ونفتخر
حقيقة بما نراه من تناغم بين الجهات الحكومية وانسجام بين كل العاملين في السوق العمامية. يعني رجال الكويت ونساها اليوم يضربون أروع الأمثلة والتضحية، ترى يعني الصغير والكبير، تلقى الدكتور والضابط والعامل ويعني المهندس كلهم في يعني قارب واحد، يعملون يعني بروح الفريق الواحد، يعملون بابتسامة، على الرغم من البعض منهم أو الأغلبية لم يعني يأخذ قسط من الراحة، ولا يمكن حتى نصهم يمكن ما تغدوا لقاية اليوم، ولكن يعملون ليلة نهار من أجل الكويت. حقيقة يعني أخوي العزيز الغالي، يعني اللي أنا أشوف اليوم مفخرة وملحمة يسطرها أبناء الكويت من هذا يعني الموقع مطار الكويت الدولي، واستقبال أبنائهم وأهلهم، وهناك عبرات وبكاء من الركاب القادمين وفرحة. وكلما سألنا حقيقة أحد الركاب ما رأيك في الإجراءات، يقول لم أرى إجراءات في مطارات العالم مثل هذه الإجراءات. الكل فرحان والكل مقدر لهذه الجهود حقيقة، جهات متناقمة حكومية وأهلية ومعانا جمعية الهلال الأحمر يعملون يعني على مدار الساعة، بنات وشباب، كل هذه حقيقة يعني اللي نراه اليوم هي مفخرة، ونفتخر في الكويت بهذه يعني الصورة الرائعة. والكويت عودتنا دائما أنها تنتصر وتتألق في الأزمات وتتوحد، ونأمل حقيقة أن هذه الأزمة يعني تنجلي بأسرع وقت ممكن وتعود الكويت كما كانت على طبيعتها وحياتها. حلو، لا شك اكيد الكلام. قبل الله اختم وياك بس يعني جزئين سريعين، تعاون الاخوان اللي واصلين من السفر، هل هو يعني اكيد متعاونين معاكم، قاعدين يمشون على الاجراءات، ما في اي امر في الموضوع هذا؟ يعني حقيقه وجدنا تفهم كبير وتعاون كبير، ويعني كل حقيقه الركاب القادمين يعني امتثلوا للاوامر والتعليمات الصحيه، وقد تكون اجراءاتنا صعبه وقاسيه عليهم بعض الوقت، ولكن هي في النهايه لسلامتهم. فوجدنا حقيقة كل التعاون وكل التفاهم من المواطنين العائدين من الخارج، ووجدنا يعني تفاهم كبير حقيقة بين الركاب والتزامهم بالابتعاد يعني عن، لأن نزل يعني كل الركاب من الطائرة على مجموعات 5 ركاب في كل مجموعة، وكان هناك التزام وكان هناك يعني انتظام وطوابير حقيقة، يعني تعاون أكثر مما نتصور. نعم. فيعني تحية لكل ركابنا اللي قدموا اليوم وتفهمهم لهذه الإجراءات، فالحمد لله الأمور تسير بنجاح. واليوم الأول أنا أحب أبشرك بأن حقق نجاح يعني مثل ما توقعنا، التخطيط الذي تم وضعه الحمد لله اليوم في أرض الواقع نراه يعني على الواقع بأعيننا، وحفظ الله الكويت. نعم. وشعبه مكروه. أخوي سعد العتيبي، كلمتك الأخيرة للقادمين في رحلات غدا وبعد غدا، وكلمتك للأهالي الذين ينتظرون أهل يعني عيالهم وبناتهم. نعم، يعني احنا نقول للقادمين كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم في خطابه، أن التزموا تعليمات وزارة الصحة، والتزموا يعني منازلكم سواء كان الحجر المنزلي أو الحجر المؤسسي، والالتزام بالابتعاد عن أسركم وعن أبنائكم وأهلكم وأصدقائكم، لأن هذا في النهاية لمصلحتكم ومصلحة وصحة أهلكم وأبنائكم وأسركم وأصدقائكم. فنرجو حقيقة الالتزام خصوصا من الركاب اللي قدموا اليوم وسوف يعني يصلون في الأيام القليلة المقبلة، أن يلتزموا بتعليمات وزارة الصحة حتى يعني يكون هناك التزام من الجميع، وحتى يكون هناك مواجهة لفيروس كورونا بالطريقة المثلى التي ترضي السلطات الصحية وترضي كل حقيقة أهل الكويت بالالتزام. نعم. شعب نعم. الكويت بهذه الإجراءات، فنصيحة للكل بالالتزام بهذه الإجراءات، ونقول لأهل الكويت قرت عيونكم بوصول أبنائكم وأهلكم. نعم. من الخارج، وهذه الكوكبة التي سوف تستمر لغاية عودة آخر مواطن كويتي. سعد العتيبي، رسالة من أهل الكويت، كل الشكر لك، وبلغ تحياتنا وشكرنا ودعائنا ولكل الرجال اللي موجودين في مطار الكويت، يعطيكم العافية، كل الشكر لك. المهندس سعد العتيبي المتحدث الرسمي باسم طيران المدني، قواكم الله. والله العظيم أنا أكلم بعض الأخوان يمكن اتصلت فيهم اللي موجودين هناك في الفريق الأول، والله العظيم يعني لما يكلمك يعني كثر ما هو تعبان كثر ما هو مستانس. تعرف لما يصير عندك انت التبادل ما بين الاثنين، يعني هو مستانس وهو تعبان كلش مو قادر، يقول صالح والله من كثر ما تعبان بس مستانس لما اشوف الناس ويستانسون، وهذا يقول قواك الله ومشكور، وهذا تبكي، وهذا مستانس، وهذا يقول مو معقوله، وهذا يقول انا مو مصدق انا في الكويت، معقوله رجع؟ يعني
الاحاسيس كلها. هذا الجزء الاول. الجزء الثاني قبل اطلع الفاصل والله اعتذر، عندي مسجات كثير من امهات على موضوع التقرير اللي حطيناه يا ابو حيدر بتشيتنا، والله انا بقلبي يعني هم متالم وياكم وش اسوي، وان شاء الله يعني اللي شافوا التقرير قسما بالله احنا بنعبر عن فرحتنا، نبي ندري الشوق اللي فيكم، ندري اللهفه اللي على عيالكم، ندري الحب، ولكن لازم نلتزم. ادري انه صعب انك تكون تشوف ولدك قدامك وما تقدر تسلم عليه، ادري بنتك اللي كانت في غربه سنتين تبين تلمينها وتبوسينها ومنتي قادره، ادري والله العظيم ادري وعايش الاحساس هذا. بس اللي انا ابيه عشان تحمين نفسك وتحمين بنتك ونطلع من هذه الازمه لازم نتحمل. عطنا الفاصل. رجعنا معاكم، وانا انوه قبل لا اخذ الاتصالات هاي الارقام موجوده عندكم، اللي عنده احد من عياله راح يوصل او وصل يشاركنا اليوم الحلقه ويقول لي شنو شعوره وشنو التجهيزات اللي مسوينهم. هذه الارقام عندكم ياهم الارضي، وممكن تاخذونا منهم. معنا احمد، عندنا طالب شو اسمه من منطقه ليدز، شو اسمه الطالب؟ صالح الحداد. صالح الحداد مساك الله بالخير. شلونك؟ مساك الله بالنور صالح، بيمانك كيف الحال؟ الله يخليك. الله طمني شنو الاحوال اللي عندك هناك؟ والله بالبدايه حاب امسي عليكم ومسي على اهل الكويت ومشتاقين لكم وايد. وبالنسبه للوضع يعني في بريطانيا يعني الحمد لله في الامور مستقره يعني، و الكل تقريبا الشعب الوطني واحنا المتبقين الخليجيين وباقي المواطنين والمقيمين في دول في مناطق بريطانيا مكملين بالحجر المنزلي. حلو. وعدم مخالطه وماخذين كافه الاجراءات. حلو. خاصه اجراءات الاصدار الكويتيه التزموا في صالح السكن. حلو. صالح قل لي عن شعورك. شعورك وانت بترجع الكويت. والله احنا النطره ناطرينها من زمان يعني، خاصه عيد الفطورات وصارت في اوضاع بريطانيا والكل سمع عنها يعني صارت في بريطانيا شلون. والحمد لله يعني قبل كم يوم طلعت وزاره الخارجيه وزاره الصحه وطمنونا على الخطه مالتهم في مراحل متعدده. وان شاء الله انتظار احنا يمكن احنا نخش المرحله الثالثه اللي هي دول بريطانيا. دول اوروبا عفوا زين وخاصه بريطانيا. في انتظار ومجهزين نفسنا يعني متى ما قالوا اعطونا خبر ان شاء الله ان شاء الله قريب على 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 الاسبوع الجاي ان شاء الله. صالح الكلمه اللي توجهها حق اهلك، اهلك شو تقول لهم؟ والله يعني ان شاء الله يعني هم مشتاقين لنا طبعا ويعني حاسين فان شاء الله يعني ان شاء الله كلها ايام ان شاء الله يكون بينهم طبعا بين قوسين يكون باقي الحجر منزل ان شاء الله ويتحملون ان شاء الله ويعني يساعدونا كثر ما يقدرون انه يوفرون لنا يعني كل اللي نحتاجه في الحجر المنزلي واحنا ان شاء الله نقوم دورنا انه ما نخالفهم ان شاء الله ونلتزم بالاجراءات وزاره الصحه. حبيبي يا صالح الحداد الله يردك بالسلامه وتحياتنا لك ولكل الطلبه في ليدز وكل المناطق، وان شاء الله ترجع بالسلامه وبينك وبين اهلك. ادري انا الطلبه اليوم وانا حتى بالتليفون قبلها وانا اكلمهم تحسه ما يدري يعني بين مستانس وبين راجع وبين الطياره وصجة بيرجع، واللي كان يعني يقول لا ما ادري بنرد يعني هذا الشعور بحد ذاته تخليك تلخبط. وادري انا السعاده اللي هم عايشين فيها وادري الفرحه، يعني كافي انك انت اليوم تكون موجود. شوف اكو جزء مهم في الموضوع وهو شنو؟ ان انا كافي اني انا اكون موجود في شو اسمه الكويت، كافي اني اكون انا بين اهلي. وانا ارجع اكرر نفس الكلام اللي انا قلته ان الاخوان الطاقم الطبي اللي كان موجود اليوم في المستشفى اللي حطيت لكم الصوره، الدكتور باسل، الدكتور حسين غضنفري، الشباب اللي موجودين كلهم هذيله جندوا نفسهم عشان شنو؟ عشان خدمتكم في المطارات. فانا بس اللي انا ابي منكم انه يكون في تعاون بينكم، والتقرير اللي حطيناه
والاتصالات اللي قاعد تجينا على الهواء احنا بس نبي يكون تعاون. وقلت لك 28 طياره يعني جهد جبار قاعد يبذلونه الطاقم الطبي والاخوان في الطيران المدني وجميع الجهات عشانكم انتم. والله انا يمكن اليوم ويمكن لمعرفه انا اتصلت في يعني واحد من الاصدقاء يعني دكتور حسين غضنفري اتصلت فيه يمكن 6 مرات ما يعني لا واتساب لا بس ابي اطمن على صحته ابي شلونك طمني دكتور وضعك ما ابي اخبار ابي اطمن. تعب جهد يعني خلنا نكون واقعيين. اليوم انا اوقف من 7 الصبح الين الساعه 9 بالليل مو واقف وقفه عاديه واقف انطر قدامي ناس جايين فيهم ما ادري هذا مشتبه انه في مرض ما في مرض ابي اقعده بالخيمه ابي افحصه احوله هذا مستشفى جابر لا اعطيه السواره واقول اروح بيتكم اعطيه يعني انت اليوم قاعد تتعامل كل طياره اقل شيء فيها 130 140 شخص عدد اللي واصلين اليوم مثل ما قال بالطيران المدني 3940 بالرحله يعني اللي اليوم وصلوا من 28 رحله. فحقيقه الصوره اللي انا حطيت لكم اياها اللي مع الوزير رافع مع الطاقم الطبي يرفعون ايدهم لفوق فعلا يستحقون التحيه اليوم فعلا يستحقون الشكر فعلا جهد جبار قاعد يبذل ويستحقون ان احنا اليوم نقدم لهم التحيه. منو معنا؟ اوكي بس لان المكالمات الخارجيه قاعد نحاول نتواصل وياهم مو قاعد يعني يمسك الخط ويانا. الاهالي اللي يبون يتصلون فينا مو على التليفون هني على التليفون على التليفون الارضي عطنا يا محمد الارقام الارضيه الناس قاعد يقولون عليه هذه اتصالات من برا ما ادري ارد عليهم كلها مكالمات دوليه عندي انا هني هالصوب فكل العالم قاعد يدق علي هني اتصالات دوليه اتصالات دوليه فانا ما اقدر صراحه اللي قاعد يقولون عليه هني اتصال دولي ما ادري اصلا الكود ما ادري رقم ما ادري من وين هذا. وائل حشاش من وين؟ وائل حشاش مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا هلا يا هلا حياك الله. الله يسلمك خليك بارك الله فيك. تفضل اخوي وائل قل لي على موضوع زوجتك صح انت زوجتك برا الكويت. انا مرتي الله يسلمك دايره اهلها في المكسيك. المكسيك. اي نعم وامها كانت تعبانه مسويه عمليه في القلب. نعم. وصار لها تقريبا اكثر من 2 أسابيع أو 3 أسابيع تواصلت مع السفاره الكويتيه اللي في المكسيك. نعم. الاخت اللي كانت موجوده هناك للاسف حتى ما قالت لها هذا رقم مثلا الموبايل يمكن علينا او شغله كذي. حلو. المهم لغايه الاسبوع الماضي فصارت على عمليه الاجلاء والشغلات هذه انا سجلت كل شيء حق المره. نعم. وحاولت اني اتواصل مع السفاره هناك جزاهم الله خير مو مقصرين بس الحين حاليا مو عارفين شو يطلعون مرتي قاعد يقولون طريقه الاجلاء ممكن تصير عن طريق ان يطلعون من مكسيكو سيتي ويروحون إيه؟ الى هيوستن اللي هو امريكا. ايه. بس قالوا بالطريقه هذه مرتك ما راح تكون ويانا. قلت لهم ليش؟ كان يقول لانه تحتاج فيزا. قلت انا ادري مرتي ما عندها فيزا امريكيه يعني احنا الجواز الكويتي مو شرط لازم يكون الفيزا المكسيكيه قصدي الفيزا الامريكيه تكون موجوده. نعم. والعكس صحيح لما يكون انت عندك فيزا امريكيه ممكن تدخل المكسيك باي وقت. طيب الحين انا مرتي متعلقه هناك الحين لا انها من طريقه الاجلاء ولا من انها يرجعونها باي مكان. حلو ان شاء الله حاضر راح احاول اتواصل مع الاخوان في الخارجيه وان شاء الله حاضر وائل الحشاش رغم كده موجود انا بلغوني الاخوان ان شاء الله بس انا بعد الحلقه احاول اتواصل وياك اخذ شويه تفاصيل واتواصل واعتقد الاخوان ما راح يقصرون لان الكلام كان واضح انه رايح يعني الاجلاء راح يكون شامل الكل واذا في ترتيبات معينه اكيد راح يعني يسوونها ادري بالجزء الاول يمكن الرحلات الاولى اللي هي اول اسبوع راح يكون عدد كبير وضغط والامور بس اكيد ما راح ينسون يعني وضع زوجتك ووضع حتى كلموني بعض الناس او بعض الاخوان كلموني اللي مثلا واحده مسافره هي كويتيه وولدها مو ولدها اسف ولد بنتها مو كويتي هم بعد صايره هم بعد مشكله هذه الامور تنحل يعني يا جماعه هم بعد لازم نكون احنا شويه عندنا تقدير لبعض الامور هذه كلها اللي قاعده تصير اليوم الاخوان قاعد يبذلون جهد والعدد كبير يعني انت خلال 3 أيام راح توصل 11,000 شخص تبي تجيبهم تجهيزات وترتيبات وطيران والموضوع مو سهل يعني ترى الموضوع لا تتخيلون ان البعض مثلا والله ها وين الطلبه والله قاعدين مثلا في لندن يلا دق الطياره سلف وروح مو لا يا جماعه مو كذي الموضوع
ترتيبات مع لندن، المطار، تجهيزات السفارة، الطيارة، متى تطلع، متى يفتحون الخط، هذا الموضوع. أم يعقوب من مصر، مساك الله بالخير أم يعقوب. مساك الله بالنور، هلا أخ صالح. أم يعقوب قواك الله وحياك الله، شلونش طال عمرك؟ الحمد لله والله بخير. أم يعقوب إن شاء الله أنت مع الرحلات اللي راح تقدمون إن شاء الله خلال هاليومين. إن شاء الله. زين، قولي لنا شعورك وأنت رادة الكويت. والله ما أقدر بصراحة أعبر عن شعوري من كثر فرحتي بالأمانة بردة ديرتي. زين؟ وأنت معاك أحد في مصر؟ إي معي عيالي اثنين صغار. نعم. ومعي خادمتي. حلو. الوضع عندكم الان، ترتيبات عندك في القاهره الحمد لله زينه. الحمد لله. الحمد لله زين. كل شيء اموري كلها تمام والحمد لله. زين، الان ردتك الكويت، راح يعني تروحين حق البيت ولا راح تروحين حق المحجر؟ لا والله راح اطلب حج المؤسسي لان وضعي ما يسمح، يعني انا ساكنه عند العائله. نعم. بيتنا بيت عائله وما يسمح الوضع، عندي اطفال للامانه. يعني ما اقدر اني انا احكرهم بقرفه واحده. ايه. وبيشوفونهم اهلي. ايه. فصعبه. ايه. ومعي خادمتي ما ينفع. انت عندك طفل مريض صح اعتقد؟ ولا عيال؟ عندي معاه فرط حركه. نعم. فرط حركه وتشتت انتباه فما راح يقدر يقعد، فهذه مشكلتي انا. ما عليك. يعني حتى هني انا يعني بمصر كانوا بيقعدوني بصراحه بفندق، بس ما رضيت قعدت بشقتنا فيكون اريح لي وحق اليهال نفس الوقت. ما اخذ استعداداتك حق الرده، كمامات وخاصه اليهال الصغار، الجلوفز، كل شيء. كل شيء للامانه، للامانه كل شيء كان يوفر لنا اياه الحمد لله. نعم. معي كمامات ومعي معقمات والجلوفز وكله. يعقوب مشتاقه حق الرده؟ وايد وايد للامانه، ترى على فكره جناطي عند الباب. ناظرة بس يدقون تليفون. يعني بس ناظرة اتصال وتروحين المطار على طول. بس خلاص على طول. الله 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 يردك بالسلامة يا ام يعقوب، وقلوبنا معاكم ان شاء الله تردين سالمة غانمة، وندري انك انت كافي تردين الان، وهاي صراحة يمكن القرار اللي قالوه الاخوان في وزارة الصحة انا احييهم على الموضوع. هناك بعض الناس يعني مثلا ام يعقوب الحين عندها ظرف، عيالها اثنين صغار، واحد في ما ادري شنو قالت مريض. صعب الموضوع ان انا احكرهم بغرفه، فهذول الحين الاربعه لازم يتحكرون، فهذه اليوم وزاره الصحه الاخوان حقيقه هذا جهد جبار قاعد يبذلونه، زين؟ ان بعض الناس اللي ما عندهم امكانيات، صح يعني انا اليوم اتكلم مثلا اليوم واحد قاعد بشقه ثلاث غرف معاه عيال وكذي ما يقدر. اي عنده بيت، عنده مكان كبير، عنده هالامر، يعني صح يعني احساس في المسؤوليه من الدوله. وشوف الكلام انا هذا اللي كان اقوله، لا يعني بدام الدولة ما اعطتك اليوم التسهيلات لا تصعب على نفسك الامر. وانا احيي ام يعقوب، يعني قطعت الحق من نفسها، انا قالت ما اقدر صراحة. ويمكن اليوم كلمتني ام ولية امر قالت لي نفس العملية، قالت لي ابو حيدر انا عندي عيال كذا 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 وما اقدر، ما اقدر اسوي عليهم كنترول يعني، وانا مرة كبيرة وكذي وبنتي جاية. اوكي تقول انا قاعد افكر يعني مجهزة غرفة وكذي بس ما ادري اخاف من هالموضوع. قلت لها انا، قلت لها اذا انت شايف ما اقدر نسوي كنترول، لا يبا طلعي خلي البنيه تروح هناك. ولا تجين اليوم مو على اساس ان انا ابي اساعد وابي اسوي وفشله ومش عارف ايش، باكر والله تطلع البنيه لا قدر الله، ولا يطلع الولد لا قدر الله في مرض ولا في شيء، البيت كله يعني يتعادى. الطالبه فجر فاضل من القاهره، فجر مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شلونك؟ شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. شلون الدراسة بالقاهرة؟ والله زين الحمد لله، حلوة ماشية. تمام؟ مستعدة نفسيا حق العودة؟ تمام الحمد لله. اي الحمد لله مستعدة ومستانسة واموري كلها تمام، وخذيت احتياطاتي حق الغدا. حلو؟ قلفزات وكمام وامورك كل شيء؟ اي كل شيء حطيته وكل شيء تمام. فجر كلميني عن شعورك وانت رادة الكويت. شعور ما ينوصف، مستانسه واشكر امير الانسانيه انه هو يعني حاول يردنا كلنا قبل رمضان، وشعور ما ينوصف، واشكر كل الطاقم الطبي والطيران المدني وكل شيء، يعني شعور حلو.
حلو. وما ينوصف يعني. مشتاقة حق البيت الوالدة وهذيله؟ اي والله مستعجلهم. بس ما راح تجي يعني ما راح تقعدين وسلام وسوالف والسوالف ترى ما في. اي ادري عارفه هالشيء. يعني بس انت تعتقدين نفسيا كافي صح؟ اي نفسيا كافي بين اهلي وناسي واللي احبهم. زين شنو الكلمه اللي تقولينها حق والدتك وانت بمصر قبل لا توصلين الكويت؟ انا مستانسه وايد وان انت يفتحي لانك بتشوفيني. ومشتاقه لكم مايد وكلها فتره وسعد ان شاء الله واقعد معاكم ويطلع الفحص وما فينا شيء. والرد نفس احسن نفس قبل واحسن بس. قواك الله يا فجر والله يرضك بالسلامه والله يصبر اهلك ان شاء الله ويصبرك انت وبالعكس هذا شعور طيب يا فجر واحنا نتمنى ايضا من اهلك من اخوانك من الكل وقلت انا الكلام اللي قالته فجر انه فعلا هو احساس صعب. صعب انك تلقى الشخص اللي تحبه قدامك وما تقدر ولدك صعب ترى مو سهل بس لازم تجبر نفسك لازم تضغط على نفسك خاصة تحديدا الحريم لازم تسوين كنترول ما في لا ما قدرت ما في ما قدرت لا بس يقولون صالح يعني هي اذا لابسه كمام لا تقولي لي صالح اذا هي لابسه كمام ولا لابسه كمام وزير الصحة قاعد يصرح ليل ونهار الاخوان برشرات قاعد يطبعون تويتر انستغرام قاعد يحطون كل الاشياء قاعد يحطون لهم يعني لازم نكون حذرين في هالموضوع ما في والله لا وما لا التباعد اللي موجود الامر اللي موجود الصحون البلاستيك جهزوا من الحين اللي اللي اللي, اللي عيالهم وصلوا خلاص جهزوا اللي باكر طيارتهم وعقب باكر لا طلعوا جهزي من الحين جهزي الغرفه جهزي تكرمين الحمام اغراضهم فرشهم امورهم شنو الطريقه شنو الاكل اللي يبونه شلون بتتعاملون وياه هذا امر طبيعي لا والله بس هو يعني يمكن ينقمت ماكو يمكن ينقمت ما في يمكن ينقمت مثل ما يمكن ينقمت يمكن يعادي ومثل ما يمكن يعادي يمكن يضر اللي اكو مو بس يضر يمكن يضر فريشكم فاحنا اليوم كل ما لنا بننزل الرقم ما نبي نصعد الرقم منو يانا سلوى مساك الله بالخير هلا والله هلا حياك الله تفضلي انا بس حبيت اني اقول يعني اللي ما يلتزمون بالحظر وغير الحظر اللي ما يلتزمون بالحظر وغير الحظر حلو فانا بس حبيت اني اقول انا بس حبيت اني اقول ان يعني خلينا نساعد الكويت ونساعد وزاره الداخليه وزاره الصحه حلو قصرك يعني كملي بس كملي يعني اسمعك يعني احنا راح نستانس راح تجي الوناسه بس ان شاء الله الله يفك هذا المرض والتزموا اللي يقولونه الكويت عشان ان شاء الله كل شيء راح يصير زين ان شاء الله يا رب فالله يرفع عنا البلاء واذنه وتعدي يا رب فاحنا لازم ان نلتزم ونسمع الكلام مثل ما يقولون لنا الكويت حلو مشكوره يا سلوى كلامك واضح وكلامك صح كلامك طيب صح لازم نلتزم ولازم نسمع الكلام ما في شيء يا جماعه ما يخالف شويه تعب شويه هالامور شويه شغلات هذه ندري والله العظيم وانا مقدر والواتسابات اللي قاعدين لنا والمسجات وهالامور والناس اللي تقول ليش 28 يوم وناس تقول 14 يوم وليش يا جماعه احنا اليوم كل العالم قاعد ينتظر اللحظه اللي انه يعني ادري يعني انت اليوم مو متضايق ان المحلات مسكره مو متضايق انك ما تقدر تطلع مو متضايق ان الشوارع فاضيه متضايق من هالموضوع هذا كله متضايق من هالامور هذه كلها تبي الحياه ترجع مو بس انت احنا الوزارات الوزراء مجلس الوزراء كل الكل يبي نفس الطلب زين شلون يصير هالموضوع اذا ما نتعاون كلنا مع بعض ما يصير هالموضوع هذا ناصر مساك الله بالخير يا ناصر هلا ابو حيدر هلا فيك حياك الله مساك الله بالخير بالخير والكرامه يا هلا اخوي تفضلت وتكرمت يوم الخميس وتطرقت حق دوام المرور عشان نقل الملكية السيارات اي نعم فالحين ما ادري ايش صار ايش متى راح يداومون هذه واحدة نقل الملكية ما ادري اوكي اي والله اتطرقت لحضرتك يوم الخميس ان شاء الله الثانية ابوي بالنسبة يسمونهم شركات الاتصالات نعم من غير تسمية نعم فلا بد انهم يساهمون يعني في حق اقتصادهم وشيء حاضر تامر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تامر اخوي
تامر يا اخوي ناصر موضوع نقل الملكية احنا قلنا على دفتر السيارة الان اذا دفتر السيارة منتهي تروح تسوي ورقة تأمين وتمشي فيه الين ما ان الاخوان اعتقد اليوم او امس كان في قرار على اساس انه يعني يطلع الكتروني بس انا الحين ما ادري عن تفاصيل الموضوع هذا راح اعطيك اياه بس نقل الملكية من سيارة لسيارة ما ادري اذا هو تم الحين او ما تم عطونا منو اللي افتح خطوط الكويت افتح خطوط الكويت يعقوب يعطيك العافية يا هلا يعقوب كيف حالك طيب؟ بخير دامك بخير. حبيت اتطرق حق موضوع اللي هو عندي انا مشكلة بدل بطالة. بدل بطالة ايش فيه؟ اي نعم انا كنت موظف باحد البنوك وقدمت استغاثتي تاريخ 20/11. اوكي. عندنا الصرف مع حق التأمينات لمدة 6 شهور. فاخر صرف لنا راح يكون شهر 5 وانا خلصت اوراقي وطلع اسمي في الديوان وزارة الدفاع وخلصت الامور كلها. فالمفروض ان احنا نباشر فصارت سالفه الحجر وقفوا بدل البطاله بدل البطاله اخر صرف له شهر 5 يعني انت قصدك ان شنو راح يصير الموضوع اي شنو الاجراء اذا للحين ما زالت ان الجهات الحكوميه معطله ان شاء الله وتواصلت مع الاخوان عن طريق الانستغرام حق حساب التامينات قلت لهم اذا موضوعنا 1-2-3 وانه ما زال الصرف لشهر 5 يعني يقول كحد اقصى ما نقدر نمدد لكم حدك 6 شهور بعد ما يتمدد يعني راح يوقف الامور هذه زين والمعاش كله راح يوقف واحنا وانا واحد عندي عائله واجار وتدري هالامور هذه كلها ان شاء الله فما ادري شنو اجراءهم حاضر يا يعقوب على موضوع بدل البطاله بس هو الموضوع مرتبط في دعم العماله ما يعني على اساس نرتب الموضوع وياهم هم ان شاء الله حاضر يا يعقوب نشوف وانت وايضا نبي نشوف جانب ثاني هل انت اوراقك تم تعيينه في وزاره الداخليه الدفاع هل في متى عندهم مباشرة عمل ولا ما عندهم مباشرة عمل على اساس انه يصير ترتيب ما بين الجهات الاثنين تفضل اخوي احمد الو ام حسن مساك الله بالخير السلام عليكم يا هلا حياك الله يا ام حسن الله يسلمك الله يعافيك يعطيك العافيه يعافيك معي يعطيك العافيه على البرنامج انا كنت بتواصل بس ما يصير والله تشرف فيك بس اليوم قلبي يعني قلب الام عندي 3 برا ما شاء الله ايه واحد في امريكا واحده في ايرلندا واحده في الاردن حلو فقلبي ما كني عليهم زين وخايفه اجيبهم عندي وفي نفس الوقت ودي اشوفهم بس هم خايفه اجيبهم عندي لان انا قاعده بشقه فما اقدر يعني ما عندي امكانيات وعندي ولدي اللي عمره 13 سنه فخايفه انه يجون عندي ودي اخليهم حجر مؤسسي فما ادري هل يسمحوا لهم لان يسمحون لهم اذا ما في ولا لازم انه يكون فيهم شيء بس الله لا يقول لا 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 ان شاء الله يعني رتبونا الاخوان في وزاره الصحه بنحاول ناخذ اتصال وياهم مباشر ان شاء الله نرتب الموضوع اكيد ان شاء الله يا ريت ام حسن سؤال نعم تفضل مشتاقت لهم اوف حدي والله حدي مشتاقت لهم يعني خايف خاصه اللي في امريكا يعني هم خايف عليه وايد اللي بأردن إن شاء الله يكون أمان أكثر بس بإيرلندا هم نفس الشيء يعني الناس هكي يعني بإيرلندا خلاص صاير لها شهر ونص ماكو شيء يعني قاعدة ويا رفيجتها بالشقة زين حسن ليش ليش أنت قاعد تبكين؟ إي والله ليش؟ لأن صراحة بابا صباح ما قصر يعني الله يعطي ألف عافية تاج على الراس يعني ديرتنا الله يحفظها من كل شر ومن كل عين ومن كل حاسد إذا حسد اللهم لك الحمد هالديرة هذه والله العظيم لون شف أصابعنا كلها ما نوصيها صراحة تاج والله أفتخر إني أنا كويتية أفتخر بس حد موعك والله الله يصبرك إن شاء الله يا أم حسن وإن شاء الله يردون كلهم يا رب العالمين بس اللي نبيه منك إن شاء الله إذا رجعوا وراحوا الحجر المؤسسي أدري أنت أم ودش تلمينهم ودش قاعدين وياهم ودش يعني هذول عيالك بالنهاية بس لا تصبرين شوية يا أم حسن ما يخالف صبري شوية وصبري إن شاء الله وردة ومشكورة يا أم حسن وأدري والله أدري هالدموع وأدري هالشعور وشي يعور القلب والله العظيم يعني أنا قلبي يعورني والله يعني موضوع صعب مو موضوع سهل أدري بس يعني ما أدري يعني والله العظيم ترى حتى إحنا والله يعني عيالنا يعني أنا عندي حيدر ترى صار شهر ما شفته يعني تدرون ان في ام اس والمناعه عنده نازله وما وانا اطلع واروح هني واصور واسوي وكذا صعب يعني الله يعينكم ابو علي مساك الله بالخير يعطيك العافيه ابو حيدر عساك على القوه طال عمرك حبيبي يا ابو علي حبيبي شلونك طال عمرك خير دامك بخير
أقول لك مقدما مبارك عليك الشهر عليك وعلى على أهل الكويت على أميرنا الله يطول عمره ويحفظه يسلمك يا رب. طال عمرك أنا دقيت عليك قبل أسبوع وكلمتك. أنا كنت أخذ مساعدة من الشؤون وقف علي المساعدة من شهر واحد 2020 حلو. والأوراق كلها كاملة. ليش وقف عليك؟ أوراق أساسا أجدد الأوراق طال عمرك محيدر. إيه. والأوراق كلها اكتملت من شهر واحد لغاية ما قبل الأزمة كله عند الوزيرة على التوقيع. فطالبنا بالمناشدة حضرتك طال عمرك. فقلت إنه راح يصير مناشدة. إن صار عشرة أيام ما حد دق. دش يعني خلينا بس الحين ما عندنا مشكلة. أول شيء خل رقم تليفونك عند الإخوان. دشت الوكيل راح أتواصل وياك بعد البرنامج. بس دشت الوكيلة المساعدة وقالت مساعدة أعتقد هيفاء يمكن هناء الهاجري. وقالت إن اللي وقفت معاملاتهم كلهم راح نمشيهم بداية من 1/4. هذا كلام الوكيلة. إذا أنت موضوعك يختلف خلني أتواصل وياك بعد البرنامج. أحمد سجلي رقم أبو علي ها إيه أبو علي سجلي رقمه عندك وأشوف تفاصيله ونتواصل مع الإخوان في وزارة الشؤون إن شاء الله نحاول يعني إن شاء الله يعني نقدر نحل أي موضوع والله يسهل الأمور. هذا إحنا اللي بيدنا إنه يعني نوصل المسج نتكلم نقول لهم الموضوع حاضر. تامر الجهة إن شاء الله حاضر. منو أبو عبد الله مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أبو. هلا يا أبو. هلا أبو عبد الله. أبو حيدر شلونك مساك الله بالخير. خير دامك بخير. بارك عليك الشهر مقدما. عليك يسلمك. أبو حيدر بخصوص وزارة الداخلية صرحوا قبل يومين بخصوص إنه ما في تجمعات بالشاطئ ولا بالبحر ولا ممشى. إيه. يا أخوك للحين في ناس يتمشون والله متضايقين. لا بس عشان أوضح إيه أي منطقة هذا؟ مشرف. رميثية. مشرف قلنا على الممشى مع المشرف ومشى. اي والله يا اخوك للحين والله للحين يتمشون. شوف موضوع البيان اللي طلع عشان يكون واضح انا البيان وصلنا من اخوان في وزارة الداخلية كان واضح اللي هو تكلموا فيه على موضوع الشاليهات وعلى موضوع البحر والتمشي. اللي كان مقصود في الموضوع ان اوقات الحظر اللي هو من الساعة 5 لحد الساعة 6 الصبح كانوا وايد ناس يطلعون يتمشون بالفريج او مثلا من شاليه لشاليه او من مزرعه لمزرعه. فطلعوا البيان هذا ان يا جماعه وقت الحظر مو معناته ان حظر وانت بالشاليه تطلع تتمشى من شاليه لشاليه او من مزرعه لمزرعه او اذا انت بالبحر او المياه الاقليميه تتمشى بطراد. ما فيها الكلام هذا. هذا كان جانب التصريح اللي طلع من الاخوان حق وزاره الداخليه. موضوع الممشى هذا طالبنا فيه يعني ماني عارف صراحه يعني هذا المفروض يكون توعيه من الناس. هذا ما يصير يعني اذا بيمنعون المشي راح يمنعون الاسواق راح يمنعون مش عارف يعني هذا المفروض هم يعني الاخوان في الجمعيات التوعيه الناس بعد ما يصير يسكرون كل شارع كل امر يسكرونه. هذا الكلام اللي قلنا اياه. فهذا الكلام اللي انا قاعد اقول لك اياه انا عشان اوصل الختام وادري ان في اتصالات كثيره بس الحلقه قلت لكم انا بخصصها اليوم عشان الاجلاء وفرحه الكويت والناس اللي واصله وباشر ان شاء الله راح يكون يانا ايضا 25 اسف اثنين باكر عقب باكر ان شاء الله اللي هي الرحلات اللي راح تكون رحلات اثنين ورحلة يوم الثلاثاء مع بعض. انا بيختم بمسج من معالي وزير الصحه. هذا المسج او التغريده اللي قالها وزير الصحه اليوم اتمنى اليوم الكل ياخذها. القادمون واهلهم الكرام وين راحت ايه عطنا بس عطنا القادمون وأهلهم الكرام اليوم يومكم والكرة في ملعبكم. حتى تنجح التدابير والإجراءات الحكومية يجب عليكم الالتزام بالتعليمات الصحية دون تهاون. فنحن نراهن على وعيكم وحبكم لوطنكم بإذن الله. هذا سنكسب لأنكم اليمين اللي تعيننا. هذا كلام وزير الصحة قاعد يقول ان احنا الكره بملعبكم. قاعد يتكلم باللغه العاميه الكويتيه الكره بملعبكم كلام كويتي بحت كلام. وانتم اليمين اللي تعين والتدابير اللي احنا سويناها احنا متاكدين راح ننجح لان انتم تلتزمون فيها. هذا الكلام اللي قاله الدكتور باسل وانا احييك ايضا. واليوم ايضا سمو الامير الله يحفظه ويطول بعمره ويخليه رجل الإنسانية قال نفس الكلام ان لابد يكون في تعاون. لابد ان اليوم نمشي على هذه الاجراءات. اعطونا الصورة الجميلة اللي اليوم
يعني حقيقة أفرحت قلوبنا. تحياتي للدكتور باسل والفريق اللي واقف معاك يا دكتور باسل، فعلا رجال، فعلا أنتوا أبطال وقدرتوا اليوم تحققون الرقم الصعب. فعلا اليوم التاريخ سيشهد بأن هذه الرجال هم اللي حققوا هذا الإنجاز بوصول 28 طيارة، رقم قياسي في يوم واحد في كل رحلة 3940 شخص وصلوا الكويت اليوم. وباكر نفس الرجال راح يكونون في انتظار 3970 شخص، وعقب باكر راح يكونون 3940. شكرا يا رجال، يعطيكم العافية. دعواتنا وياها وكلماتنا الأخيرة لك يا وزير الصحة، الكويت لن ولم تنسى الدكتور باسل الصباح.